السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض إزاي نخفف ونسرع ويندوز 10 أو نزود الأداء الخاص بويندوز 10 بشكل بسيط جدا بسكريبت واحد بس. هنقدر إن احنا نزود كفاءة الويندوز. الهدف من الفيديو دوت إزاي نعمل أوبتمايزيشن لويندوز 10 ونرفع الأداء أو نرفع البرفورمانس الخاصة بويندوز 10 عن طريق إن احنا بنشيل سيرفيسز كتيرة بتيجي مع الويندوز ملهاش أي لازمة هنشيلها، في برامج كتير بتيجي باي ديفولت مع الويندوز هنشيلها ملهاش أي لازمة، فدوت هيرفع من أداء الويندوز بتاعه وهيعلي الكفاءة بتاعته أعلى وخصوصا للأجهزة الضعيفة أو الأجهزة المتوسطة. نشوف مع بعض السكريبت بتاعنا. ملحوظة بس إن النسخة اللي احنا بنستخدمها حاليا ديت نسخة جديدة لسه منزلينها حالا قبل الفيديو بالظبط، يعني منزلينها مخصوص علشان نشرح عليها، فديت نسخة نظيفة ما عدلناش فيها. فهنشوف الفيديو مع بعض ونشوف ازاي نقدر نسرع من أداء النسخة ديت. ده السكريبت بتاعنا اللي احنا هنتعامل معاه، هو عبارة عن الويندوز 10 ديبلوتر. الديبلوتر دي علشان نفهم كلمة الديبلوتر دي جاية من الديبلوت وير. الديبلوت وير هي البرامج اللي بتنزل بشكل افتراضي مع أي أوبريتنج سيستم، مع الويندوز مع الأندرويد. هي البرامج دي هي دي الديبلوت وير، ده اللي احنا هنلغيها. يبقى الهدف الاساسي من السكريبت دوت ان احنا هنلغي البرامج اللي بتنزل بشكل اساسي وما احناش محتاجينها، وبرده هنحدد البرامج دي. هنلغي بعض الخدمات اللي بتنزل مع الويندوز، وبرده هنحدد ايه هي الخدمات اللي محتاجينها لو احنا فاهمين الخدمات دي. لو مش فاهمين هنختار الوضع الطبيعي او الديفولت في السكريبت بتاعنا، هنختار الوضع الطبيعي للسكريبت بتاعنا ونلغي كل السيرفيس اللي موجوده، نلغي كل البرامج الموجوده، ننزل بعض البرامج اللي هتبقى بشكل افتراضي موجوده مع الويندوز بتاعنا. فالسكريبت دوت مبني على ثلاث سكريبتات تانية برضو خاصة بالباور شيل. هنا السكريبت الأول اللي هو سكريبت خاص بالكريستيتوس اللي هو الويندوز 10 سكريبت، والكريستيتوس دوت ده يوتيوبر برضو مشهور وليه قناة على اليوتيوب ومختص جدا، أو هو مهتم جدا بحتة ازاي يخفف الويندوز 10 ويزود البرفورمانس بتاعه، فليه فيديوهات كتير جدا على النقطة دي وبيشرح الأداة دي بالتفصيل على القناة بتاعته. فالسكريبت بتاعنا هو معتمد على الأداة دي، معتمد على أداة الويندوز 10 سكريبت الخاصة بالكريستيتوس، ومعتمد على الاداه الثانيه برضو الويندوز 10 ديبلوتر، ومعتمد على الاداه الثالثه برضو اللي هي الويندوز 10 صوفيا سكريبت. كل السكريبتات دي مهتمه بان هي بتقلل حجم الويندوز، بتخففه، بتشيل كل الخدمات اللي ملهاش لازمه، فبتعلي اداء السكريبت. فهو جمع الثلاث ادوات دولت في اداه واحده بس، فهو ده ميزه الاداه ديت ان هي بتجمع ثلاث ادوات كبار جدا وكويسين جدا ومشهورين جدا في اداه واحده بس. فاحنا هنستخدم الاداه دي بالشكل دوت. وتاني حاجه ليها شكل جرافيك يوزر انترفيس، شكل حلو جدا تقدر تتعامل معاه بسهوله، فالناس اللي ما عندهاش خلفيه كبيره قوي بالكمبيوتر تقدر تتعامل معاه بشكل سهل. لكن السكريبتات دي يعني ايه، محتاجه واحد فاهم شويه في الكمبيوتر. فاحنا هنستخدم الاداه ديت، هنشوف هننزلها مع بعض ازاي. لما هننزل تحت هنا يبقى ده اخر فيرجن عندنا من الاداه ديت اللي هي الفيرجن 1.6. هنعمل لها داونلود وهنسيب لكم الروابط طبعا في الفيديو تحت ان شاء الله. لو فتحنا الفولدر هنا فولدر الداونلود يبقى دي الاداه اللي موجوده، هنعمل لها اكستراكت. احنا طبعا ما نزلناش اي برامج ولا اي حاجه على الويندوز، احنا الويندوز بالوضع الافتراضي بتاعه. يبقى هندخل على الاداه بتاعتنا، يبقى هي دي الاداه بتاعتنا عباره عن ملف اي اكس اي بيشغل الباور شيل في الخلفيه، في ملفات تكست فايل بتشرح السكريبت بالظبط بيعمل ايه او ايه اللي هنستخدمه في السكريبت، فهي جزء من السكريبت نفسه يعني، فما نمسحهاش تفضل موجوده نفسها. كل دي هي الحاجات اللي السكريبت بينفذها. لو جينا للنقطة المهمة عندنا، في برنامج اسمه OO Shutup، وده أشهر برنامج عندنا في البرايفسي، إنه بيعدل البرايفسي الخاصة بالويندوز 10 وبيلغي تتبع المايكروسوفت للخصوصية بتاعتنا وللتراكنج للأكتيفيتيز اللي إحنا بنعملها على الويندوز. بناخد الإعدادات الديفولت بتاعت الـ OO Shutup من ملف الكونفيجريشن فايل وبننفذها معانا في السكريبت بتاعنا، فما إحناش محتاجين إن إحنا ننزل برنامج الـ OO Shutup عشان نعدل البرايفسي. وبرضه الهدف برضه من السكريبت بتاعنا انه بيعلي البرايفسي بتاعتك بانه بيلغي تتبع مايكروسوفت للانشطه بتاعتك نهائيا. نفتح السكريبت بتاعنا ونشوف هنستخدمه ازاي. هنعمل عليه دبل كليك، هنيجي هنا نعمل مور انفو، هنعمل ران اني واي، نعمل يس كده. ده السكريبت بتاعنا، نلغي كل الحاجات الموجوده دي. هو ده السكريبت بتاعنا بالشكل دوت. اول تاب عندنا اللي هي الاي زد بلوتر متكونه بالشكل من دوت. عندي الاسينشال تويكس، في بعض الحاجات البسيطه كده اللي هيشيلها عن طريق الاسينشال تويكس. هنا هنعمل لها اندو، ديسيبل الكورتانا، هنا نعمل لها انيبل، ان انستول الوان درايف، هنا نعمل ري انستول الوان درايف. فكل دي فيتشرز موجوده نقدر نتعامل معاها. التابه الثانيه اللي هي الثيرد بارتي، الثيرد بارتي دي ليها برامج بنزلها بره الويندوز تماما، زي مثلا انستول الادوبي مثلا، الادوبي ريدر، او انستول الجافا مثلا،
هنا هيعمل انستول 7 زيب ويخليه هو البرنامج الافتراضي لفتح اي برنامج مضغوط. هنا هينزل لي برنامج اللي هو الارفان فيو اللي هو الايمج فيور. ده عند برنامج ايمج فيور، وكلنا عارفين طبعا ان الايمج فيور اللي موجود مع الويندوز او عرض الصور اللي مع الويندوز بيبقى بطيء جدا لما بيجي نفتح الصور، فبنستبدله بالبرنامج دوت بيكون اسرع بكتير وبيخليه هو الديفولت فيور لاي فوتو موجوده عندنا. عندنا برضو النوت باد بلس بلس لو عاوز تنزل الميديا بلاير كلاسيك، لو عاوز تنزل البريف براوزر، وهنا بينزل لي الفي ال سي ميديا بلاير وبيخليه هو الديفولت بتاعنا. لو جينا على الاوبشنز، الاوبشنز هنا هنختار الديفولت، فبيجيب لي الاعدادات الديفولت اللي عندنا، او هنعمل كلير اول هيشيل لي كل الحاجات اللي موجوده في التابات. يعني الاوبشنز دي بتطبق على كل التابات دي. لو عملنا كلير اول هيشيل لي كل الاختيارات من على كل التابات الموجوده عندي، ما عادش في اي حاجه متعلم عليها. لو جينا هنا تاني واخترنا الديفولت هيبدأ يعلم لي على الحاجات الديفولت اللي هو بيرشحها لي. لو عملنا المينيمم يبقى دي اقل اعدادات هو مرشحها لي هنقدر نتحكم فيها او نلغيها او نزودها، لان السكريبت عندنا بيعمل ديليت لخدمات، بيعمل هايد لخدمات تانية، بيعمل انستول لخدمات تالتة، فالسكريبت بيعمل حاجات كتيرة جدا. فاحنا من خلال التبات دي بنحدد ايه اللي احنا محتاجينه بالظبط. لو انت ما انتش عارف ايه اللي انت محتاجه بالظبط يبقى احنا هنفضل على الديفولت، ودي الاعدادات الاساسيه اللي البرنامج بيرشحها لينا. هنختار الديفولت. عندك كل التابات دي تقدر تخش على التابه وتقدر تشوف ايه الفيتشرز الموجوده. بالنسبه للثيرد بارتي مثلا يبقى ده دونت انستول، يبقى الكولوم الاول انستول، الكولوم الثاني دونت انستول. بالنسبه للويندوز اب برضو يبقى الكولوم الاول الغي لي الخاصيه ديت، الكولوم الثاني ليف الون ما تلغيهاش. يبقى هو الكولوم الاول بيفعل لي حاجه او بيشيل لي حاجه، الكولوم الثاني بيلغي الحاجه اللي بتتعمل في الكولوم الاول، فهو هنا اللون ازرق وهنا لون ثاني خفيف شويه. ده بالنسبه بس لطريقه استخدام السكريبت. فاحنا بنمشي على تابه من التابات دي ونشوف ايه اللي احنا محتاجينه ونعدل عليه. لو ما احناش عارفين احنا هنعدل على ايه زي ما قلنا هنختار الديفولت او هنختار المينيمم. يبقى الخطوه الاساسيه عندنا علشان ننفذ السكريبت دوت خطوه واحده بس، احنا هنفتح السكريبت، هنختار الاوبشن، هنعمل ديفولت، هنيجي على الاوتبوت. طبعا احنا هنعدي على التابات دي كلها ونحدد اللي احنا محتاجينه، ولو محتاجين نعدل على حاجه بنعدلها، وبعد كده بنيجي على الاوتبوت. الاوتبوت هنعمل الاوتبوت باور شيل، هنضغط على الاوتبوت باور شيل هيطلع لي كل الاوتبوت اللي عندنا بالحاجات الديفولت اللي احنا اخترناها. يعني بكل ده كل دي الحاجات الديفولت اللي احنا اخترناها خرجها لي في شكل باور شيل، وهو ده كل دي اعدادات الباور شيل اللي هتتنفذ عندنا. يبقى دي الخطوه الثانيه. الخطوه الاولى زي ما قلنا ان احنا عملنا الاوبشنز وعملنا الديفولت. الخطوه اللي بعدها هنعدي على التابات دي لو حابين نعدل في حاجه او نلغي حاجه او نزود حاجه. الخطوه الثالثه هنيجي على الاوتبوت وهنضغط على الاوتبوت باور شيل. يبقى ديت الخطوه الثالثه بالنسبه لنا. الخطوه الرابعه هنعمل ران للباور شيل. يبقى احنا في اربع خطوات بالظبط هنعلي اداء الويندوز بتاعنا بشكل كبير جدا. هنعمل ران للباور شيل، فتح لي جزئيه الباور شيل وهيبدا ينفذ لي السكريبت. فهو السكريبت من نفسه بيعمل ريستور بوينت او نقطه استعاده للسيستم اللي عندك. لو الاعدادات دي ما كانتش مناسبه ليك تقدر تعمل ريستور للوضع الطبيعي اللي قبل ما تنفذ فيه الاعدادات دي اصلا، فدي برضو نقطه للسكريبت بينفذها احنا ما قلناهاش في البدايه. يبقى الاداه دي لازم نستخدمها بعد ما بننزل اي ويندوز لانها بتفيدنا كتير جدا وبتحسن من اداء الويندوز بشكل كبير جدا، اداه لا غنى عنها لاي حد بينزل ويندوز لاول مره. احنا كده خلاص عملنا ريستور بوينت. هنيجي للنقطه الثانيه هننزل التشوكليتي. التشوكليتي ده عباره عن باكج مانجر بينزل لي برامج عن طريق الكوماند لاين زي لينكس بالظبط كده، لها باكج مانجر برده، كل ديستريبيوشن لها باكج مانجر ومن خلالها بنقدر ننزل البرامج عن طريق الكوماند لاين. فهو ده التشوكليتي، هو ده بيقوم بالدور دوت. فاحنا هننزل التشوكليتي عشان من خلاله نقدر ننزل البرامج اللي احنا محتاجينها اللي هي السيفن زيب مثلا والفي ال سي والايرفان فيوز، الحاجات اللي احنا شفناها في السيرد برضه ابلكيشن في السكريبت نفسه. فدي هتنزل عن طريق التشوكليتي كده بيبدا ينزل البرامج او الثيرد بارتي بروجرامز اللي عندنا اللي احنا محتاجينها كده. هنا بيطبق اعدادات الاو او شطب ريكومندد سيتنج. فالاو او شطب ده ممكن نعمل عليه فيديو تاني، طبعا برنامج كبير جدا وفيه تفاصيل كتيره جدا. فهو بينزل الريكومندد سيتنج الخاصه بيه الخاصه بالبرايفسي والتتبع بتاع مايكروسوفت لنشاطاتنا. هنا كده خلاص خلص الاو او شطب، وبعد كده بينزل السيفن زيب فايل.
هنا بينزل النوت باد بلس بلس وبيخليه، يعني هو بينزل البرامج دي كلها وبيخليها الديفولت بروجرام عندنا، مش مجرد انه بينزلها ويسطبها بس، لا بيخليها كمان الديفولت بروجرام. طبعا التشوكلتي بينزل البرامج دي من المصدر الاساسي بتاعها، فبتنزل باحدث اصدار ليها، فالنوت باد بلس بلس هينزل باحدث اصدار لي، السفن زيب هينزل باحدث اصدار لي، الايرفن فيو بينزل باحدث اصدار لي، لان دي باكج مانجر بتحدث البيانات بتاعتها باستمرار او بتحدث البرامج اللي بتنزل من خلالها باستمرار. معظم وقت السكريبت بيضيع في انه بينزل البرامج وبيعمل لها تسطيب للبرامج اللي هي الثيرد بارتي بروجرامز، اللي هي البرامج الخارجيه زي الفي ال سي والاير وان فيو، هي دي اللي بتاخد وقت في التنزيل بس، بعد كده بقيه الاعدادات كلها بتبقى بشكل سريع جدا. كده السكريبت خلص كل الخطوات اللي بينفذها وقفل الشاشه الزرق خلاص. هنا كده لو جينا على الديسكتوب هنلاقي ايقونة ال VLC ميديا بلاير، طبعا نزل البرامج اللي هي الثيرد بارتي دي وخلاها هي الديفولت بروجرامز عندنا. لو جينا هنا على الـ على الستارت منيو هنلاقي في بعض البرامج، البرامج دي ممكن نقف عليها ونعمل انبن. بهو ده الشكل بتاعنا، نزل ال 7 زيب عندنا، هو ده السكريبت بتاعنا وده المعلومة اللي حبينا نقولها لكم. اعملوا ريستارت للجهاز وجربوا الويندوز وقولوا له رايكم في الكومنتس، السكريبت كان عامل معاكم ايه، كان فعلا مفيد ولا لا، هل فعلا الجهاز سرعته زادت ولا لا. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.